أكشن. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا أستاذ، إيه السيجارة دي يا أستاذ؟ مش إحنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. أنا آسف يا أستاذ. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه عندك يا دياب؟ أنت مالكش شغل هنا؟ ومالكش شغل في الديكور ده خالص؟ أنت شغلك مع المسلمين؟ إيه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذه يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثه يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسه. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هاتولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، هو الكلام انا حافظه تمام 100%. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعه. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي اسناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. ابقى كافر مره واحده في حياتي، النهارده بس، النهارده بس، والله العظيم. دوري مع الكفار احسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصه. وفهمته انه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب اعمل ايه يا استاذ؟ طب انا ذنبي ايه؟ سايق عليك النبي يا استاذ، اديني حلفتك بالغالي اهو. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا استاذ، اديني الفرصه دي مره واحده في حياتي اطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر. دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عتبة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز أسمع صوت هنا. حضرتك تعرف الممثل ده يا عم اسناوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس. بيطلع في كل الأفلام والمسلسلات. مرة يطلع غلبان، ومرة حرامي، ومرة لئيم، ومرة كمالة عدد، لكن المرة دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس اكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سردة. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. ما فيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما حرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والسادة الممثلين الكفار يركزوا شوية وياكلوا بنهم وشراهة عشان نخلص ونخلص المشهد ده من أول مرة، عشان نروح عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحدة والمرة أكشن. يا سادة قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نضربه بالتالي. لا يا راعي، استار. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ صدق بالله أن الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كتخف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت أن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. صدق بالله، لا إله إلا الله، أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإني يبقى في إيدي بابرة لحمة، فخدة، زن، سمانة، حاجات اللي زي حالاتنا ما بيشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي أنت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة خمس نجوم مثلا، كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية ضربها الدم قوي يبقى محل كشري.
واول ما وصلني بقى ان ابو جهل عزم الكفار على الوليمه دي قلت كافر كافر، انا عاوز ابقى كافر بقى. ايوه انا كافر. اجيب لك شاي هعمل معاك شغل كويس على فكره، عشان يعني انت راجل عسل ودغري على فكره، وان شاء الله ربنا يكرمك. انا اسمع برضو ان فخده حلل هالشاي، هات شاي.